كما أعلنت مشاهدينا الكرام اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعم الاتحاد لمصر دعما كاملا لإنجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، لأن المجتمع الدولي يحتاج أن يكون هذا مؤتمرا ناجحا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم قبل زيارتها لمصر غدا إن هذه مسؤولية كبيرة على عاتق مصر، لكنها تشكل كذلك فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر وأن تقدم مصر نموذجا حقيقيا يحتذى به. معنا المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني خطوة مهمة جدا، انت عارف حضرتك ان يعني مصر تستقبل مؤتمر المناخ كوب 27 في خلال ان شاء الله شهر نوفمبر من هذا العام. الى اي مدى تسهم هذه التحركات سواء من الداخل والخارج وعلى رأسها مؤسسة الأزهر في انجاح مثل هذا المؤتمر؟ الحقيقة من الحاجات الجميلة جدا اللي انا لمستها في زياراتي رحنا زرنا شرم الشيخ وزرنا الخارجة ان شاء الله اعلنت خلاص مدينة خضراء، اول مدينة خضراء في مصر بكل قيم المقاييس المعروفة يعني. ففي كل زيارة في الاستراتيجية عندما ناقشنا الاستراتيجية في مؤتمر حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، صحيح سعدت جدا ان كان حرص شديد من معالي وزيرة البيئة ان يتواجد حد من الأزهر، يعني مندوب من الأزهر على مستوى عالي جدا من الهيئة الأزهرية يعني. نعم، فده حاجة جميلة جدا. ليه بقى؟ لأن هو احنا حريصين جدا على الوعي، عايزين الوعي بالمناخ، المواطن يحس بان المؤتمر ده مؤتمر هام جدا، مش بس عشان يعني ان هو احنا بنستضيفه كده، لا يعني هو كمان احنا المصريين عايزين نوري ان احنا ناس الحضاره بتاعتنا صحيح طول عمرها وديننا وادياننا وطول عمرنا نهتم بالنظافه، يعني النظافه بالتأكيد طول عمرها مهمة جدا بالنسبة لنا كمجتمع. فإحنا إذا كان مرينا بظروف صعبة شوية نتيجة الحروب اللي تعرضنا ليها والظلم اللي وقع علينا من كذا عدوان، فاضطرينا إن إحنا يعني نبدو بالمظهر اللي هو يعني العشوائي شوية. صحيح. إنما إحنا عازمونا دلوقتي وفخامة الرئيس طيب ان وجه مصر الحضاري الجميل بتاع زمان صحيح هيرجع. طيب الحقيقه المهندس عبد الخالق هناك مبادرات مهمه جدا للازهر يجب ان نقف عندها كثيرا، والتي يعني يطالب فيها بتضمين المناهج الدراسيه، ان يكون هناك فيها توعيه باهميه حمايه الموارد البيئيه ورفع مستوى الوعي عند المواطن منذ الصغر. وطبعا ده اتجاه مهم جدا، لان احنا عشان نقدر نبني مجتمع في ظل أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030 وأن يكون لدينا دولة جديدة أو جمهورية جديدة، يجب أن نبدأ مع الأطفال من الصغر فيما يتعلق بالوعي الخاص بالبيئة تحديدا. تفضل يا فندم. صحيح، وده فعلا كان في حوار في اللجنة لجنة الطاقة والبيئة حول توعية الصغر عن اهميه النظافه والبيئه والسلوك السوي في التعامل مع المناخ، واطمأنينا ان الحكومه والازهر بالذات مهتم جدا بهذا الشأن، وان فعلا هتبقى في مناهج وهيبقى في توعيه صحيح وهيبقى في للاطفال جوائز حتى في المدارس وكده اللي بيهتم بالبيئه وبيهتم بالنظافه وكده. والمدخل لهذا هذه التوعيه هو ان الدين الحنيف يعني هو صحيح. اساسه النظافه وبيحث على النظافه وبنتوضى 5 مرات مع كل صلاه،
والمناخ نفسه هو ان احنا يعني الحياه ربنا سبحانه وتعالى في قال لنا الحياه نعمه هديه من عند ربنا يعني. نعم. انت لما تضر غيرك او تضر نفسك باسلوب غير سوي وتتصرف في موضوع المناخ باسلوب غير سوي فانت بتضر نفسك وبتضر الغير وده يعني ما هوش مطلوب. طيب يعني ربما يعني هذا لم يأتي من فراغ مهندس عبد الخالق، هناك تعاون فعلا ملحوظ بين وزارة الزراعة وبين الكثير من الوزارات لإنجاح هذا المؤتمر، كيف رصدت التعاون بين وزارة الزراعة والبيئة والري واستصلاح الأراضي وغيرها من المؤسسات المنوط بها الاهتمام بهذا الشأن لإنجاح هذا المؤتمر؟ والله الكل يعني الكل يجتهد اجتهاد فوق الوصف لنكون فعلا عن مصر عند حسن الظن يعني. وعندنا اجتماع يوم الاحد القادم ان شاء الله في لجنه الطاقه والبيئه برضه هتحضروا وزيره البيئه يعني وزاره البيئه هتكون ممثله فيه ووزاره الخارجيه وهي طبعا مهمه جدا عشان البعد الافريقي يعني وكده. وعندنا يعني استمعنا لما تفعله وزاره الزراعه ووزاره الري. نعم. يعني حاجه تفرح يعني واللي يطمئن اكثر بقى والجمال هو بدأ الناس تروح تزور شرم الشيخ يعني العمل قائم على قدم الوثائق لتكون فعلا شرم الشيخ في الميعاد الميعاد المؤتمر دره من درر لن ابالغ اذا قلت هتبقى يعني مدينه مدينه يعني توصف فعلا بانها المدينه صديقه البيئه. نعم. وبحيي سعاده المحافظ والناس اللي معاه جهد فوق الوصف مساحات صحيح بتزيد بالتاكيد عربيات طيب. هتبقى بالكهرباء كلها ما فيش حاجه طبعا هتبقى. نتمنى ان نرى ذلك على ارض مصر وبالتاكيد يعني بدات مصر فعلا الخطوات بشكل عملي على ارض الواقع واحنا شايفين ده حتى من خلال المؤتمر الذي كان او التحركات التي قام بها الرئيس وايضا رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذا الشأن اليوم. طبعا احنا يهمنا جدا برضو يا فندم ربما رؤية المجتمع الدولي وايضا الخارج، ربما كان هناك تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بثقتها في مصر وأن مصر بالفعل هي رائدة في هذا المجال وأنها تعتبر فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر وأن تقدم مصر نموذجا يحتذى بها. بالتأكيد هي مصر لا تساهم بقدر كبير في الانبعاثات الكربونية أو الحرارية على وجه التحديد، ولكن بما أن مصر يعني مشتركة مع اليونايتد نيشنز أو الأمم المتحدة بشكل عام في تنفيذ خطة 2030 فكان لزاما عليها أن تكون جزء من حل مشكلة الانبعاثات الحرارية وتغير المناخ. لأي مدى رصدت يا فندم رؤية الخارج لمصر؟ يعني ده اللي حضرتك فيه ده تمام. رؤية الخارج تتمثل في ايه؟ يعني انا رصدتها تتمثل في ايه؟ تتمثل في ان المؤتمر ده نمره 27 يعني في 26 مؤتمر عقدوا قبل كده يعني. صحيح. ما كانش العالم بيتحدث عنه عن المؤتمر زي ما العالم بيتحدث عنه الان. نعم. ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف هو المكان اللي هينعقد فيه المؤتمر. المؤتمر بينعقد في قاره افريقيا. وان قاره افريقيا لها هيكون لها حظ كبير جدا ان فخامه الرئيس هو اللي بيمثل افريقيا حاليا. نعم. هنتحدث عن افريقيا اكثر مما يمكن ان نتحدث عن مصر لان قاره افريقيا جاء الاوان بقى انها تاخد حقها من حقها من صحيح خاصة أن مصر أيضا يعني اتجهت خلال هذه المرحلة إلى القارة السمراء وهناك اهتمام غير طبيعي في توثيق العلاقات مع كافة الدول في القارة السمراء وهناك أيضا العديد من بروتوكولات التعاون
المذكرات التفاهم التي تم توقيعها في الفترة الأخيرة، ونأمل إن شاء الله أن مصر بإذن الله يعني تكون رائدة ليس فقط في الوطن العربي أو القارة الإفريقية ولكن على مستوى العالم كله. شكرا جزيلا المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أشكرك يا فندم جزيل الشكر.